آخر حاجة كانت في الحلقة اللي فاتت، مهران ووردة قاعدين بيتكلموا، سمعوا غادة بتصوت فوق، وفي الحلقة الجديدة غادة بتصوت وبتقول لسامر الحقني وهو واقف على جنب خايف وبيعيط، وطلع مهران ووردة قوموها ومهران قال حد يبلغ أمها، وفوزية لبست وبتقول لشوقي ادعي لها، رانيا بتقول لها أنا هاجي معاكي، أمها قالت لها خليكي هنا عشان أبوكي، ونزلت ورانيا كلمت عبير قالت لها وقفلت معاها. عبير قالت لسليمان يلا نروح لغادة المستشفى، قال لها ما ينفعش انت تعبانة، قالت له لا لازم اكون جنبها، قال لها مش هيدخلوك المستشفى وانت كده، وقال لها بيطمني عليها بالتليفون. واهل الحارة بيهنوا بعض في اول يوم رمضان، ورادي مجهز العصير، والرجال اللي شغالين في محل رياض بيفرشوا في الشارع وبيحطوا الترابيزات، وكريم قاعد سمع صوت رياض، قام مشي في الشقة برضو سمع صوت رياض بينده عليه، فتح الباب بس بره وبعدين قفله. رضوى قالت له في ايه انت بتبص على مين، قال لها هو في ايه انت كل شويه تقولي انت بتعمل كده ليه، هو انت مفكراني مجنون، وتعصب عليها وسابها ودخل جوه. وقعد رباب والستات اللي في الحاره بيجهزوا الفطار، ورباب قاعده بترخم عليهم في الكلام هي وامها، وعبير واقفه بتعمل الاكل وبتدعي لغاده تقوم بالسلامه. ويونس بيقول لهانيا انا عايز اكمل باقي شغل القاعه، قالت له لا انا لما عاوز اكمل شغل هبقى اعمله انا، قال لها انت بتعملي كده ليه، قالت له مالي انا كويسه اهو بس مش هعمل القاعة برضو. ورياض بيقول لسليمان اطلع لكريم قول له ينزل يفطر معانا النهاردة عشان انا لو قلت له مش هيرضى، سليمان قال له حاضر. وبيتر خد الست ام يونس طلعها الحارة وبيقعدها، والرجالة بتخلص باقي الحاجة، ورياض واقف متابع معاهم، وكريم لابس هو ورادو ورايحين يفطروا عند مامتها، وبيصالحها قبل ما ينزل الباب خبط مرضيش يفتح، استغربته هي وفتحت لقت سليمان قال لها عم رياض بيقول لكريم ينزل يفطر معاه، خرج كريم قال له مش هفطر مع حد احنا هنفطر بره، وقفل الباب في وشه. سليمان وقف بره يضحك، وكريم اتخانق مع رضوى جوه. وسامي طالع بقفص فيه حمام، رحاب كانت نازله قال لها كل سنه وانتي طيبه، رايحه فين مش هتفطري معانا، قالت له انا رايحه افطر عند خالتي، قال لها احنا اهلي بيسالي، قالت له ايه الحمام ده، قال لها انا عامل غيه فوق السطح ابقي اطلعي شويه ونبقى نقعد نتكلم مع بعض. استغربته رحاب وانبسطت وقالت له حاضر. ورياض بيبارك لمهران انه بقى جد وفرحانين، ورياض بيقول له سبتهم ليه وجيت، مهران قال له ما ينفعش اسيبك النهارده، رياض قال له الشباب زي الفل ومحدش مقصر. ووردة وفوزيه قاعدين مع غاده في المستشفى، راحت لهم رانيا امها قالت لها جيتي ليه وسبتي ابوكي لوحده، قالت لها ابويا عم رياض نزله الحاره عشان يفطر معاهم. المغرب اذن وقاعدين اهل الحاره كلهم بيفطروا مبسوطين، وراضي اول ما خلص اكل ولع سيجاره حشيش وشربها. وكريم قاعد مع الديب بيقول له انت فين بقالك فترة مختفي، انا دورت عليك كتير. الديب قال له عايز ايه، كريم قال له انا عايزك تقلل المبلغ اللي انت طالبه ده، انا لسه خارج من جواز. الديب قال له انا ماليش دعوة انا عايز 100,000 جنيه، كريم قال له انا هديك 10,000 جنيه في الاول، ولسه بيكمل كلامه. الديب قال له 10,000 جنيه ايه دول ما يعملوش حاجة. كريم زعق فيه وقال له هو رياض جالك واتفق معاك يديك فلوس عشان تعمل كده، الديب قال له عمك ما عملش حاجة وما فكش مسامير العربية، انا قلت لابوك كذا مره ان المسامير مفوته وهو ما سمعش الكلام، وابعد عني بقى انت شكلك مجنون، وسابه ومشي. ورجاله الحاره كلهم قاعدين بيسمعوا المنشد وفرحانين ومندمجين معاه. وفاقت غاده وقالت لامها هم صحيح توام ازاي ما بانوش في السونار، امها قالت لها اه الدكتور بيقول البنت صغيره قوي ما كانتش باينه وهي في الحضانه دلوقتي. ورده قالت لها اه بنت وغاد ورده ومهران وبيتكلموا. جت رباب قالت لها مبروك يا حبيبتي، وردة قالت لها مرات ابني ولادة جابت توأم في بطن واحدة، رباب قالت لها مبروك يا اختي المهم يبقوا كويسين مش زي ابوهم. ويونس وسليمان واقفين مستنيين الشيخ فخر، ولما جه سليمان وراله الخريطة والعملات على التليفون، فخر قال له الكنز ده ليه 3 مداخل، بيت الدكتور وبيت راضي والزاوية، وطبعا الزاوية مش هينفع تحفروا فيها ولا بيت الدكتور، يبقى حطوا ايديكوا في ايد فريد واحفروا ببيته. وقاعد راضي بيفطر مع الدكتور في بيته، الدكتور قال له انت ناوي تعمل ايه مع ابنك، راضي قال له مش عارف بس هحبسه، وسأله مالها تقعد فين، راضي قال له عندك يا دكتور الله يبارك لك بتقف مع الكل، الدكتور قال له انا ما اقدرش اعمل كده اخوك رياض مش هيوافق وانا ما اقدرش اعمل حاجه من غيره ده كبير الحته، عارف انا لما اموت هوصه انه ياخد البيت بتاعي يوسع على المحل بتاعه. راضي قال له مش انت قلت لما تموت هتسيب البيت بتاعك لاي حد، الدكتور قال له انت مالك انا حر، وبعدين انت عايزني اموت ليه، انت عايزني اموت عشان توصل للكنز. راضي اتصدم وسكت. وقاعدين رجالة الحارة كلهم بيتكلموا مبسوطين. رياض بيقول لمهران بس غريبة موضوع التوأم ده محدش في الحارة عملها، ضحك مهران وقال له احنا بتوع الجديد وضحكوا كلهم،
الدكتور قال لي مهران انا اللي هعمل صباع ولاد سامر وخلفه عبير لما تقوم بالسلامه ان شاء الله. رياض قال له لا يا دكتور، الصباع ده بيعمله الاب وكفايه اللي انت بتعمله. راضي قال الدكتور بيعز رياض قوي، ده حتى لما يموت هيديله البيت يوسع المحل. رياض زعق له وقال له عيب اللي انت بتقوله ده، والرجاله كلهم غلطوه وقالوا له ربنا يديك الصحه يا دكتور. الدكتور قال لهم انا بشهكوا كلكم عشان ما حدش ضامن عمره، البيت بعد ما اموت ياخده رياض ويقدر ثمنه ويوزعه على الغلابه. رياض قال له وجودك بالدنيا وما فيها يا دكتور. وقاعدين بيتكلموا كلهم، الدكتور قال لهم هنتسحر مع بعض النهارده عشان عايزكم في موضوع. داغر قال له انا لازم اسحر ام يونس، ورياض قال له انا هتسحر مع الجماعه النهارده. الدكتور قال لهم لازم رياض واخوه يتصالحوا مع بعض ومش هينفع كده، لازم نقعد مع بعض كلنا. وداغر دخل البيت ومعاه السحور وقاعد بيكلم هو ومراته، الباب خبط، راح فتح لقى يونس. دخل يونس بس ايده ودخل لامه وقال لها وحشتيني، وفضل يبوسها وقال لها انا اسف ما تزعلوش مني انا مش هسيبكوا تاني. ورباب بتقول لرياض ورده قعدت تغص فيا، قال لها انت روحتي هناك ليه اصلا؟ قالت له كنت بعمل الاصول. لا رساله جات له على الواتس من الدكتور بيستعجلوا على السحور. رباب قالت له هو انت مش هتسحر معانا؟ قال لها هتسحر معاهم تحت، الدكتور عايزنا نتصالح انا وراضي. قالت له صلح تاني؟ هو اخوك ده ينفع معاه صلح؟ قال لها مش عايزه ازعل الدكتور، وسابها ونزل الحاره. والواد بتاع القهوه قال له الحاج مهران طلع يغير هدومه وبيقول لك اسبقه على بيت الدكتور. طلع رياض البيت لقى الباب مفتوح، دخل الاوض وبينادي على الدكتور لحد ما لقاه واقع على الارض ونازل من رقبته دم. فضل يزعق وينادي على اهل الحاره، الرجاله كلهم طلعوا له، اتصدموا. وبعد شويه الحكومه جت وخدت رياض، والاسعاف شالت الدكتور، والناس ملمومه. وعبير فضلت تصوت وتجري على ابوها، وسليمان مسكها ووقعت في الحاره. وبكده كون خلصت حلقه النهارده، هسيب لكم شويه كواليس للحلقه. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.